بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الحقيقة هناك أحاديث النبي منحنا إياها رحمة بنا، لأن صفة الرحيم في القرآن لم تعطى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. يعني في القرآن 114 مرة كلمة رحيم في القرآن، ورحيما 114 مرة بعدد سور القرآن، صفة لله، اسم لله، ومرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. على سائر الأنبياء لم يعطى هذه الصفة إلا نبي واحد هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام. أراد هذا النبي الكريم أن يعطينا نصيحة كأنه يعيش بيننا الآن. الآن أيها الأحبة، كثرت الهموم، كثرت المشاكل، كثر الاكتئاب والقلق، الخوف من المستقبل. نعاني من مشكلة الخوف من المستقبل، ماذا سيحدث غدا؟ نخاف أن يقل الرزق، نخاف أن نمرض، نخاف من أي شيء. أصبح عصرنا هذا عصر الخوف، لأننا نسينا قاعدتين مهمتين. انظروا أيها الأحبة، الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أمره كله خير. طب لماذا المؤمن يختلف عن الملحد؟ لماذا الملحد نجده قلق؟ ونحن الآن أيها الأحبة، نحن ندعي الإيمان، ولكن حقيقة هل نحن مؤمنون؟ اليأس كفر، اليأس من الله كفر، اليأس من رحمة الله كفر، كافر. من ييأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طيب، لماذا أمر المؤمن كله خير أحبتي في الله؟ انظروا ماذا قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر. جاءه رزق، جاءه طفل يسبح الله، جاءته زوجة صالحة، جاءه أحد بخبر مفرح. إن أصابته سراء يقول الحمد لله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن بين الشكر والصبر. طيب، اليوم أيها الأحبة، إذا أحدنا كسب رزقا يقول: أنا ذكائي، علمي، جهدي، هذا جهدي، لا يرده لله سبحانه وتعالى، يفعل مثل ما فعل قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال أنا الذي جئت به، فخسفنا به وبداره الأرض. احذروا أيها الأحبة، احذروا أن تنسبوا أي خير لأنفسكم، قولوا الحمد لله. أي خير، نجحت في دراسة معينة، قل الحمد لله. جاءك رزق، قل الحمد لله. أي شيء خير، اشكر الله سبحانه وتعالى. طيب، بالمقابل، كيف حالك يا فلان؟ يشكو الله لعباد الله: الأمور سيئة، الأمور كذا، أنا حالي سيء، أنا كذا، أنا كذا. المؤمن يصبر صبر. إذن عندما تتذمر أنت إذن خرجت خارج دائرة الإيمان. طبعا الكفر
يعني شيء كبير، لا نقول إنه كفر لا، ولكن هو لنتخيل أن الإيمان عبارة عن دائرة مثلا في مركزها الإيمان 100%، والإيمان يزيد وينقص. بنص القرآن أيها الأحبة زادتهم إيمانا، إذن الإيمان يزيد وينقص، فكلما ابتعدت عن المركز ما الذي يحدث؟ ينقص إيمانك. فإذا لم تصبر ابتعدت عن المركز، إذا لم تحب الخير لأخيك ابتعدت عن المركز. لا يؤمن أحدكم، طبعا هنا لا يعني أنه كفر، إنسان قد يكون مؤمنا ولكن لا يحب الخير للآخرين، هذا إيمانه ناقص، ابتعد عن المركز. إذا لم تكرم جارك ابتعدت أيضا قليلا عن المركز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذا لم يقل خيرا ابتعد عن المركز، وهكذا حتى تجد نفسك في النتيجة خارج دائرة الإيمان تماما والعياذ بالله. إذن أحبتي في الله، النصيحة التي يقدمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام سنقيسها الآن وفق قواعد علم النفس الحديث. الآن لو جئنا بكل أطباء النفس وعلماء النفس والبرمجة اللغوية العصبية وغيرهم وقلنا لهم إذا أصاب الإنسان شر وصبر على أمل أنه سيجد الخير فيما بعد، يعني كانت نظرته متفائلة إيجابية، يعني أفضل أم إذا تذمر وكتم البغضاء والضغينة في قلبه وفكر بالانتقام وفكر واكتئب وكذا، أيهما أفضل؟ بلا شك سيقولون لك الأفضل أن تصبر وتتفائل، هذا هو الصبر الجميل. ما معنى فصبر جميل؟ لماذا لم يقل فصبر وانتهى؟ لا، جميل، يعني أنا راض ومتفائل أن الله سيرحمني، سيرد لي ابني سيدنا يعقوب عليه السلام، متفائل برحمة الله، نظرته إيجابية أيها الأحبة، نظرته إيجابية. طيب عندما تصاب بخير أيهما أفضل حسب قواعد علم النفس؟ أن تتواضع وتشكر الله أم أن تتكبر وتقول أنا الذي جئت به؟ حسب قواعد علم النفس التواضع أفضل أيها الأحبة. وشكر الناس، هناك مؤلفات وأبحاث عن قوة الشكر، قوة أن تقول للآخرين شكرا، هذه لها مفعول السحر عليك. إذن هنا النبي يتحدث عن مؤمن مطمئن فرح أمره كله خير، أصابك خير الحمد لله وأنت مبتسم، أصابك شر أيضا تقول الحمد لله وأنت راض ومحتسب ومتفائل أن الله لن يضيعك سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله أختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن الملحد محروم من هذه النعمة. الملحد من يشكر؟ الطبيعة مثلا من يشكر؟ لا يوجد من يشكره. طيب إذا أصابته ضراء الملحد ماذا يفعل؟ إما أن يموت مكتئبا وإما ماذا يفعل؟ لا يستطيع، سيكتئب يعني حتما. أصابته ضراء، أصابه فقر ولا يستطيع فعل شيء، ليس لديه نظرة إيجابية، بماذا يتفاءل؟ إذا كان يعتقد أنه سيموت ويتحول إلى تراب، طيب بماذا يتفاءل؟ إذن وليس ذاك إلا أحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لا نملك إلا أن نقول أيها الأحبة الحمد لله الذي أرسل لنا هذا النبي الكريم ليعلمنا ما لم نكن نعلم، وخاطبه ربه بهذا الكلام، قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.